صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فازوا وسعدوا رجال الله. متى يا ابن الغطارف من لؤين لواء الحاق يخفق للعراق. يا الله تحف به ضراغمة شداد لنصر الدين وافت باشتياق. نؤمل في عداكم منك بطشا تجرعهم به مر المذاق. فناديكما تفهر يا ابن طه ملبية تجبك على العتاق. كما لبى الكرام بنو علي حسينا في الطفوف لدى الوفاق. فشمر والوغى يذكو لظاها علي بن الحسين إلى السباق. فتى لم يبلغ العشرين سنا ولم يعبأ بأبطال العراق. إذا ركب الجواد يرى مهيبا كأن المصطفى فوق البراق. أعود هي وخل أقولهم شيء، يعني هالليلة وباكر هذني استثنائيات، ما يصير أنا أقول لك أقرأ وصيح، الأمر يمك أنت، خليك واعي وباستعداد. إذا ركب الجواد يرى مهيبا كأن المصطفى فوق البراق. ومهما كر مرتجزا أراهم ثبات المرتضى عند التلاقي. هلا بيك يا مولاي. ومهما كر مرتجزا أراهم ثبات المرتضى عند التلاقي. ادركني يا ابويا وجيب لي قطرة امي رفرف على راسي ترى طير المني. واطمع بعد اكثر الطول الونة، خلي الماتري موج هالليلة العلي الاكبر. ادركني يا ابويا وجيب لي قطرة امي.
رفرف على راسي ترى طير المن يا حسين اللي من تمسك بك ما خا يا مقصد الوافد وظن والداحي أريد قطرة ماي قلبي من العطش غارت عيوني وظلم الوادي علي. أين الصارخون حسين؟ لو تنطفي بقطرة أمي يا نار قلبي ما حد كفو من هالجميع يوقف بدربي برد غليلي وعاين اطرادي وحربي لحمل على الجيمان حملة هاشمي إلك إلك لحمل على الجيمان هذا البيت حاكي رحمك الله يا أبو يوسف يا مولى عطية شلون شجاع العلي الأكبر وجنابك تستانس من تسمع حدريبك وأريد حتى اللي قاعدين برا هالليلة خلي الليلة هاي الرياح توديها الكربلة تقول هاي هدية جتك يا أبو علي من الكويت من ماتم أبو حمد اللي يبكون على أولادك ويونون ذاك اليوم ما كان عندك أحد يبكي على أولادك واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادع النهار من العجاج أظلم من الليل يلا يلا واصرخ وخلي الخيل تتكردس على ما سامعك تقرأ واصرخ وخلي الخيل تتكردس وادع النهار من العجاج أظلم من الليل واملي الوادي من الجثث واجري الدماسه وافني العدا واترك مضاربهم خليه وين اللي يصرخ حسين على الامام ضم على صدره والدمع بالخد همال ضم ابوه أعلى صدره والدمع بالخد همال ابشر يا ولدي كان مني طلبتك مال تريد مال؟ ابشر وليدي ضم أعلى صدره والدمع بالخد همال ابشر يا عقلي كان مني طلبتك مال وان كان رايد ماي هذه طلبة محال ليش اللي يجيب الماي ظل جثر ميه اللي يجيب الماي ظل جثر ميه يا الخال أخيل الموت أغلك بيش ينخامل وجسم الفرقتك يا الولد ينخال أشد جرحك يرد ردود ينخال علي بويش كبر فيتك علي آه وعليا اشترك هويا ولمك حريت بي الشجمع وصالك ولمك وخافلت مصاويبك بويا يا بويا يا بو ولمك يا لك بردتك لعمتك ولمك ذخر ليش قطعت بيهن وبيه هل هطول وداعي
طبيب يا سبب يا ابن وداعيه أود عنك ولا تسمع وداعي يبان المطالب بتعبي وداعي يبقى اللي وداعت الله وهاي هي خوش تعزية سيدي الأستاذ سيد محسن يقول ليلة من الليالي رأيت بعالم الرؤيا كأني أقرأ ما تم للنساء وريد الأمهات والأخوات اللي يسمعني ينطن هالبيت حقا يقول خلصت قرايا وطلعت مرة لزمت عبايتي قالت سيد شو ما قرأت على وليدي قلت لها توني قرأت على الحسين قالت أنا المظلومة ليلة الغريبة أريد تقرأ على وليدي قلت لها جني ما أحفظ شيء ما أستحضر قالت أكو بيت أنا كتبت أقرا عني استيقظت وأنا حافظ البيت الله اسمع البيت شنو يا ابني من غيرك الغاي القاع يا ابني وعدني على راسي بيت يما يا يما يا يما يا ابني ثلث أصوات صحت عليك شنو وياها وياها ثلث أصوات صحت عليك يا ابني يا ابني يا ابني يما حرقة وخيمتي لحق علي ويلي حرقة وخيمتي للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العلي العظيم مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا يحدثنا عنه القرآن ولو هاي المفردات اللي حاجيها القرآن مو حاجيها وناقلها ان التاريخ كذبناها لكن القرآن قطعي السند ويعني ويقصد هذا الحرب وهذه الغزوة المعروفة أكثر شيء بالأحزاب أو الخندق إجت قريش وغطفان 10,000 نفر يقودهم أبو سفيان وجاب معاه من اليهود وأبطالهم حتى يقضون على دين رسول الله الإمداد الغيبي
وصل إلى رسول الله أنه استعد، اجوا لك المشركين للمقاتلة والمقابلة، النبي اجتمع بأصحابه وكلمهم، يريد يعلمنا رسول الله أن نستفاد من العقول، من شاور الرجال شاركهم في عقولهم، إذا عندك مشروع، فكرة، مشكلة اطرحها لعل واحد يقدر يرشدك ويكون رأي الصواب. وهذا المعنى يعلمنا إياه رسول الله العظيم. سأل أصحابه قال لهم شو تشورون بهالمعنى، كل واحد قال كلمة، لكن النبي استحسن كلمة سلمان المحمدي، قال له إحنا معاشر الفرس كان إذا يهجم علينا عدو كنا نحتاط ونسوي خندق، يعني نهر نحفره دار مدار محلنا محل سكنة مالنا، ونضرم فيه النيران حتى شنو مولاي إذا إجانا العدو لا يهجم علينا من كل مكان. فالنبي قال نعمل مشورة، مشورة سلمان أمر. أخواني هم اللي تلتفتون لها المعنى، الحفر كان يحفرونه في أيام شهر رمضان وصيام، والحفر مش مثل اليوم بهاي الآلات القوية، كان الحفر مسحة وشبل وكراك وهاي زين، وش قد كون يحفر عمق وعرض وطولها اش كبرى، هذا اش قد بذلوا طاقة، هذا يشكر الفضل. بلي حتى جناب رسول الله اشترك بهذا المشروع، هو روحي له الفداء، هم خلى مكان مثل عين منا لهنا على فلان ومنا لهنا على فلان، وحفروا حتى تواجهوا بفرد صخرة كبيرة كلش كبيرة. منو يطلع هذه؟ فاجوا الى رسول الله. هاي بعد اذا صارت كلش صعوبة، هو مولانا امير المؤمنين يقول كنا اذا اشتد بنا الوطيس لذنا برسول الله، رسول الله العظيم. وتصور النبي كان عنده من هذه القدرة اعطاه الله، اذا بصق على واحد يقتله، ها اقرا في احد على العموم النبي اجا ضرب هاي الصخرة الكبيرة برجت، صح الله اكبر، شكو مولانا قال لاحت لي بلي قصور اليمن ان شاء الله نفتحها، ضربها مرة ثانية والله اكبر، ها مولاي قال قصور الشام راح نفتحها، ضربها ها مولاي قال شفت بلي ممتلكات كسرى راح ناخذها، اخيرا كسرها المصطفى وحفره والخندق وانتهى، صار فردها امر هناك. جابر بن عبد الله الانصاري شاور النبي، اقعد باب عيني انت، صلوا على محمد وآل محمد، اقعد باب اجا جابر بن عبد الله شاور النبي قال له مولانا اليوم غداك عندنا او فطورك عندنا. فالنبي لما صلى وجابر في المسجد صلى وخلف النبي، قد صلى وراء المسلمين ذاك اليوم، والنبي لما فرغ من الصلاة قال لهم يا قوم اجيبوا دعوة جابر، جابر عزمكم اليوم العشاء هاي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تفضل مولانا، هو عازم النبي ومسوى على قد النبي، لكن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعرف يسوي. قال له جابر ايش عندك؟ قال له هاي مولانا قرصات خبز وهذا اللحم الكتف والفخذ اللي سويناه. قال له ما عليك. بدأ رسول الله كل ما يرفع قرصة خبز تجي وحدة بمكانها،
هكذا بالنسبة إلى اللحم اللي مسويه جابر وأكل كل المسلمون ذاك اليوم. إلى أن التقى الجمعان. هسه شلون اجوا مولاي؟ اتفاجأوا بهذه الخطة. مو هم شلون اجوا؟ اجوا من كل جانب من المدينة، صاروا فرق فرق. وتفاجأ القرآن يقول: وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. رادوا شنو؟ يحوطونهم ويضبون عليهم وينهونهم. هاي الخطة نجحتهم مال الخندق. وذاك اليوم وياهم بطل من الأبطال، من أبطال اليهود، اسمه عمرو ابن عبد ود العامري. بطل، هذا بطل، والرجال من تسمع باسمه تخاف. ويا أخي عبر صوب المسلمين بفرسه، والمسلمين قاعدة بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مولانا ظل يزامط يمهم: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ما بكم زلمة يقوم يقاتلني؟ صوتي أباح، وانا اللي يبي اودي للجنة واخلي تقيم عليه نائحة الجنائز، تعالوا. والرسول الاكرم من شاف معنوياتهم، لان من شافوا عمر، القرآن يقول: واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. شنو مضعية هذه؟ مخيفة. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. هذا البلاء. وزلزلوا زلزالا شديدا. اختبار. يلا الموت واقف قدامكم، عمرو يعني موت، من يروح له وانا اضمن له على الله الجنة؟ سكتة، ما تسمع صوت. وقام مولانا ابو الحسن، قال له: أنا إلى يا رسول الله. قال له: قعد. خاف يقولون كل مرة يودي ابن عمه. أقعد. منو إليه؟ ما يسمعوا، ما يقوم إلا أبو الحسن مرة ثانية: أقعد يا علي. منو إليه؟ قال: أنا له يا رسول الله. إجا رسول الله احتضنه وقال له: سر على بركة الله. من مشى الإمام علي بكى رسول الله، قال: إلهي أخذت مني ببدر عبيدة، وفي أحد حمزة، فاحفظ لي عليا. من مشى الإمام علي قال الرسول كلمة، بالله وينهم حفاظها؟ برز الإيمان كله إلى الشرك كله. يعني إذا رسول الله يسمي على ابن أبي طالب إيمان، فشنو المانع أنه أتباع علي يسموهم شنو؟ المؤمنين. هذا بعد نص، نص إجماع المسلمين: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. زين، وصل الإمام علي روحي له الفداء، فتى شاب، وهذا عمرو عالي بطل ولابس لطاس من صخر، عرفت يا مولاي، ولابس حديد صبوغ يسمونه، يعني كله درع، وبس عيونه تبين وصوته يطلع. وقال للإمام علي: من أنت؟ قال الإمام، قال له: أنا علي ابن أبي طالب. قال له: أما من أنت؟ قال: ابن عم الرسول. أما خاف عليك ابن عمك أرسلك إلي أن أخطفك برمحي وأجعلك لا للسماء صاعد ولا للأرض نازل؟ لا تلومه، العرب شي يقولون؟ اللي ما يعرفك ما يثمنك. يلا خلنا نشوف. قال له: إذا قتلتني أنا في الجنة وأنت في النار، وإذا قتلتك هم أنت في جهنم وأنا في الجنة. قال له: هاي الجنة المزعومة بالحالتين إليك،
أبوك اللي ذكرت اسمه هذا صديقي. قال له أبوي كان اليوم موجود كان هو قاتلك. نعم يا مولاي. عمرو أنا سمعت عنك يقولون كيف ماكو زلمة يجاب لك بالقتال؟ تقول يا هو اللي بارزني أقضي له ثلاث حوائج. شوي خل أتعبكم إخواني حتى المجلس كل شيء يستقر، في ناس جاي يجون ويتخطونكم. تعال قدام شوي حتى اللي يجي بعدنا يطركم. تعال بارك الله فيك، ممنون منكم. حتى أنت تعال هالصوب، غفر الله لك. عيوني أنتم قدموا. اللهم صل على محمد. أجد عيوني، تعال قدام، تعال غفر الله لك. أحسنت، بارك الله فيك. ورد عنهم صلى الله عليهم أجمعين إذا ارتفعت الأصوات بالصلوات يرتفع النفاق من القلب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت، استريح بعض أقعد. الإمام علي روحي له الفداء قال له سمعت عنك أنت كيف ما حد ينازلك؟ تقول يا هو اللي نازلني أنا أقضي له ثلاث حوائج وأنا جيتك. قال له أطلب. قال له الأولى أريد منك أن تقول لا إله إلا الله. اشمأز منها. قال له علي لو تآمرني الآن أن أنقل هذا الجبل على ظهري أخف من هاي الكلمة. قول غيرها ما تصير. ثانية أريد منك تأخذ الجيش وترجع. قال له ها تريد تخليني قالب حلق النسوان ويحجون وذموني الشعراء وتحدبي الركبان؟ ما تصير هاي. قول الثالثة. قال له الثالثة أريد تنزل من على ظهر جوادك. هواي انزعج. يعني أنت مصر تقاتلني؟ قال له بلى. وهذا مو زعل. عقر الفرس وذبح بالخندق وصارت مناوشات منه ومن الإمام علي وأخذوا عطاء وتراب وصارت ذغبرة ما ينشاف شيء. لكن ها الجيشان كل يعزز بعضه البعض. الجماعة المناك قالوا صاحبنا غلط والمسلمين قالوا ها أبو الحسن غلط. شوية انجلت الغبرة وإذا أبو الحسن قاعد على صدره. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومناك تسمع الأصوات إيه أبو حسين عندك إياه يلا يا أبو الحسن. الإمام يعرف شو يسوي شو تركه وقام خذاله فرة وإجا ذبحه. قال ولا مولانا ليش تأخرت بذبحه؟ قال مو من ذبحت من قعدت على صدره بصق في وجهي خفت أقتله كيف أنا غضبان زعلت. والنبي قال لي من تغضب وانت قاعد قوم يروح الغضب وإذا غضبت وانت واقف اقعد يروح الغضب. فأنا قمت راح الغضب اجيت ذبحت لله. قال النبي ضربة علي يوم الخندق تعادل ثواب الثقلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين منين جت الشهادة ذاك اليوم؟ من السماء. ومن حاملها؟ جبرائيل. لا فتى لا سيف إلا ذو الفقار. شهادة إلا والسيف. ولا زال مولاي الجيش منك ينتظر. أكو يهود في المدينة اسمهم بني قريظة. ذول الظاهر اتفقوا ويا غطفان وقريش اللي جايين. قالوا أنتوا هجموا على النبي وأصحابه وإحنا نهجم عليهم من الخلف.
واضح شلون اخواني؟ حتى ننهيهم يصيرون بالوسط. ذولا اليهود بني قريظه ويا من كاتبين حلف ويا شيخ من شيوخ الاوس الانصار اسمه سعد ابن معاذ رحمه الله، هذا رجل خير الان تسمع عنه مؤمن. النبي قال للسعد روح شوف خبر اليهود، ذولا خاف ينكثون، شوفهم بعدهم ويانا لو خانوا، احنا مو مارد من عندهم نصره، بس قلنا لهم لا تصيرون إنا ولا علينا، روح شوفهم. ودوا مجموعه ذولا مولانا سعد الدين الباب الحصن القلعه مالتهم، قالوا كل حكي ما عندنا وياكم، وشاتموهم، واحد شتم الآخر ورجع. حتى تقول زوج النبي تقول من طلع سعد شفته مو تاك الدرع جيد لباس الحرب، قلت هذا يمكن ينصاب. بالفعل واحد من فوق القلعة قدر عليه وصابه بسهم هالمكان اللي مو شاده بالدرع، قال له خذها وأنا ابن عرقة. عيلا سعد قال له عرق الله وجهك في النار، ومد إيده للسماء قال له إلهي لا تميتني حتى أذل اليهود. شالوه وجابوه خلوه بخيمته. النبي لما جابوه الخبر قال لهم ها شلون اليهود معانا، انطوه إشارة قالوا له عضل وقارة، هذا لما سووا بليع الأرض شون عاملوه يعني أرف أكو خيانة. ولما سمعوا المسلمين بخيانة اليهود المعنويات أكثر هبطت، مناك جيش كبير ومنا اليهود هم يخافون يهجمون عليهم من الخلف، يعني القضية كلش صعبة. لكن شوفوا رب العالمين شلون ينصر وليه، كل واحد الله وعدنا بالنصر إذا نشتغل إليه. قال رب الأرباب يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. شيء اللي دا تشتغل به الله، الله يوفقك ويبارك بيك وينصرك مهما كان الأمر جليل وعظيم، الله ينصرك. أكو واحد في المدينة اسمه نعيم، هذا 5 سنوات اشتغلوا عليه المسلمين رادوه يصير مسلم ما أسلم. بذيك الأزمة اجى للنبي قال له مولاي أنا اليوم أسلمت وما حد يدري بي من أهلي وقومي، اشتامر علي. قال له أحسنت، خوش فرصة، مو تقول لحد ولا تبي تقولهم بإسلامك، خوي أمنون بي. قال له إيه مولاي مأمنين بي. قال له الحرب خدعة، روح اشتغل سوي سوي. قال له على بركة، راح لليوم دق الباب عليه منو؟ انا نعيم ابو نعرفك، احنا مؤمنين بيك ونعرف ثقتك ونعرف ولائك، تفضل امر. قال لهم وش مالكم ان غلبتوا من ابو سفيان؟ ابو سفيان الان خارج المدينه، خسر لو انتصر يرجع عياله سالمين، امواله سالمه، ناس هناك بيوته امنه، بس انتم بالله صوروا خساره وهربوا، شو تكبون من ابو سفيان؟ شو يسوي بيكم محمد؟ عمي يقول لنفسكم روحوا قلوا لابو سفيان تنطينا 10 رهائن خليهم عندنا، خاف تشرد حتى ننطيهم بني في قبال خيانتنا. قالوا احسنت، خوش فكره، ناصح ممنون. طلع منهم راح القريش قال لابو سفيان خويا دول اليهود خانوا وتندموا، وقال له محمد سامحنا احنا اشتبهنا وعوض عن هاي غلطتنا راح نكفر. شنو تكفيرهم؟ يردون يطلبون من عندك بعنوان رهائن 10، لكن دول مو رهائن، يردون ينطنهم محمد حتى يذبحهم ويسامحهم. ديروا بالكم، فاليهود هيك سووا انا لهم. ود 3 نفرات لهم قال يلا روحوا قلوا لهم باكر قتال. قال له والدليل على
تخاذلهم معاكم باكرهم ما يقاتلون صدقهم ما يقاتلون يوم السبت. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اجوا ودقوا على عمي ابو سفيان يقول لكم باكر قتال. قالوا سلمنا عليه. قال ماكو قتال باكر. وقل له احنا ما نشيل سلاح وياكم لما ما تنطونا 10 رهائن يعني بالعاميه. قال لهم عمي اما ما نعطيكم موتكم 10 رهائن وظلوا انتم لوحدكم. هسه اليهود منك بعد شنو صاروا اعداء ويا ذول الجايين. وشلون يجي النصر الالهي؟ الله دز عليهم رياح بارده شفت جدورتهم طفت مواقدهم عبلتهم بالتراب. والمشركين ذاك الصوب والمسلمين هذا الصوب. النبي قال منو منكم يجيب لي خبر منهم؟ حذيفة بن اليمان عليها الرحمة يقول كنا نسمع لكن نخاف كنا ما سمعنا ما نسمع وبردانين وجوعانين وخايفين. النبي اضطر أنه يصيح. قال حذيفة قلت لنا عم مولاي. قال تعال أعبر روح شوف لي خبرهم ولا تحرك ساكن كل شيء لا تسوي حتى لو تقدر تقتل واحد لا تقتله. أعبر. يقول حذيفة عبرت لأني أسمع أبو سفيان قال يلا يا ناس اجتمعوا. اجتمعنا. قال خاف فيكم عدو غريب كل واحد يقض إيد صاحبه ويقول له منو أنت؟ يقول أنا صرت ذكي قضيت إيد اليمني. قلت له يا وانت؟ قال أنا فلان. قلت له خوش أنت من أدنى. شكر الله سعيه رحمهم الله تعالى. يا مولاي الكريم قال لهم هاي التراب والبرد أذاننا وإحنا بعد ما يمكن أنظر واليوم نهاية وجودنا. رجع للنبي طبعا لي بخيم تروحي له الفداء. النبي صلي استأذن يقول احتضني النبي قعدت يمه. قلت له مولاي البشارة دولة باكر يقلطون روحوا لها لهم. صار الصبح صدق كفوا مشى. المهم النبي صلى الظهر أراد يرجع وإذا بصوت من جبرائيل جاله. قال له وين رايح؟ قال نرجع لبي. قال لا ما لكم صلاة ببيوتكم اليوم تصلون ود بني قريظة ود اليهود تنهونهم وأنا راح أزلزل الحصن بيهم. الحكي هو ما تعبكم إخواني واضح إن شاء الله. يبارك الله فيكم يا مولاي. وإجا النبي هو يمشي مر على مجموعة قالهم ما شفتوا حد فات منا؟ قال ولا بلا شفنا دحية الكلبي. قالوا هذا مو دحية هذا جبرائيل راح يزلزل فيهم الحصن. والمهم لما زلزل فيهم الحصن منو زعيمهم؟ حيي أو حي ابن أخطب. قالهم أنا عندي لكم ثلاث آراء. يقول اليهود الرأي الأول لو نسلم إله ونطلع ونآمن به ونعتذر يتقبل من أدنى هاي وحدة. اثنين لو نقتل ولادنا ونسواننا ونطلع نقاتله حتى لا ننسى به. ثلاثة لو نطلع كل جمعنا نقاتله. قالوا بشا احنا اذا نريد نقتل نسواننا علما نقاتله احنا بخاطر نسواننا وولدنا نريد نسوي هسا اذا هيك نصبر شوف شو يسوي. زلزل بيهم الحصن جبرائيل وطلعوا. هسا رواية تقول 600 نفر 700 نفر واليوم شفت في سيرة ابن هشام يقول 900 نفر طلعوا وربطوهم بالحباب. النبي قال جيبوا سعد. هو بالكم منه سعد اللي دعا على اليهود قال إلهي لا تموتني لما ما أشوف ذل اليهود. جابوا أهله وعشيخهم شايلين بسرير وعلى الروس وخلوه بهذا الجانب. النبي قاعد منك وسعد خلوه منه.
لكن كل أدب واحترام أمام المصطفى. قال له: ولا سعد أنت تحكم فيهم، شو تقول؟ نعمل في اليهود. يقول ما آين للنبي، أشر لهم، قالهم حكم نافذ؟ قال له: لا نافذ. قالهم حتى على ذيك الجهة؟ يعني حتى على رسول الله؟ ابتسم النبي قال له: حتى علي، احكي. قال: اليهود تقتل وتصبى نساؤها. قال له: حكمت فيهم بحكم الله. بالفعل قتلوا، والنبي تزوج بنت حيي بن أخطب اللي بذاك اليوم، وقتلوا اليهود. ارجعوا، صار يوم ثاني، قعد النبي وإذا يشوفونه مخلي رداء هيج على كتافه، والثاني مو لابسه هيج. تقول زوجه خرج يجر رداءه وهو يقول: من هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ من هذا؟ قال له: لسعد مات، سعد ابن معاذ. أريدكم أخواني الشباب تلتفتون لهالمعنى، مو هاي مدرسة؟ 10 أيام إحنا الآن زلزلنا العالم في مآتمنا، ما يصير ينتهي من عندنا 10 أيام ما يأثر علينا. هاي جامعة، كل يوم أكثر من درس نسمع، درس الوفاء ودرس الرجوع إلى الله ودرس التوبة ودرس احترام بر الوالدين واحترام الصغير وهل مجرة واحترام الكبير. هالليلة ايش تسمعون؟ التفتوا للمعنى أخواني، ارعى لها سمعك. قال له: لسعد مات، سمعت الكلمة ايش قال النبي؟ اهتز لموته عرش الرحمن. والنبي طلع لتشيعه، النبي شوفونه مرة يتقدم ومرة يتأخر ومرة ياخذ يمين ومرة يسار، مولانا ليش هيك تمشي؟ قال: لأن الملائكة تزاحمنا في تشيعه. شلون عظيم هذا الرجل. لما ما جابوا سعد وخلوه في قبره، قعد النبي دعا له دعاء، أمه قالت له: بعد ما أبكي عليك يا سعد، هنيئا لك يا سعد الجنة. عين لها النبي، قالها: لا يا أمه سعد، على كيفك، هذا الدعاء أنا دعيت له لأن أدري أكو شيء. إن سعدا كان سيء الخلق في بيته، أخلاقه مو زينة. شوفوا يا شباب، إذا أنت ضم طاقتك يم ربعك، ضحكتك يم، أخلاقك الزينة يم، ونستك يم، وإذا ترجع يم أمك وأبوك وبيتك عبوس، لا تحكي ويا أمك ولا تحكي ويا أبوك، والله جيتك للماتم مثل واحد طالع نزهة، لأن هاي الأعمال كلها مرتبطة بعد طاعتنا رب الأرباب بر الوالدين. أقرأ في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنا ما أوسط أحد غير الحسين هالليلة بيني وبينكم وبين أمورنا. شوف خويا، تريد الله يرفع شانك، ذل يم أمك وأبوك، ذل، إن الله يقول عزتك بالذل يمهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تريد الله يوفقك، قبل رجل أمك ورجل أبوك. عندك أمور مستعصية، لا تجل الخطيب تقول له ادعي لي، روح لأمك فهي قريبة، الله يستحي منها، اكرمها، لها كرامة. هذه حسان هذا يكون راسي، قالوا لي: حقك يا شيخ، ما تدري لو تشوف أمي، شنو فضلك عليها إذا أمك مثل فاطمة الزهراء أو مثل خديجة الكبرى؟ كون تبرها. لا، الفضل إذا أمك تأذيك وأنت محترمها. أنت بالله تذكر أيامها من كنت أنت طفل، هم تتذكر ذيك السنين؟ سنتين نوم ما عدها أمك،
في سبيل راحتك وسعادتك. حملتك في بطنها حيث لا يحتمل أحد أحدا، والأبو هايم في البراري والصحاري والبحار في سبيل راحتك بالحر والبرد. هيعود لما ما شوية كبرت، بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك، كنت أؤمل وجعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. كوني أثر عن المعتم، بر الوالدين. وبعد كلمة أريد من أذكر، أنت يا الأخ إذا زعلان في بيتك على أخوك أو زعلان على ابن عمك أو على جارك، هالليلة الواسطة بيننا أبو علي الحسين، أنت باكر مو تترجى شفاعته لو لا، هالليلة هو هم يطلب من عندك، يقول لك أنت تنازل روح. والله هم سبقنا وقال والكاظمين الغيظ بعد والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أسأله أن يوفقني وإياكم. زين تدرون هذه السورة لما يسترسل بها القرآن يقول ورد الله الذين كفروا بلي لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. زين تدرون شنو كان يقراها هذه الآية عبد الله بن مسعود؟ ها أحسنت، وكفى الله المؤمنين القتال بمن؟ بعلي. شنها ما عجبتكم الصلوات بهدائي هالنور. لكن اللي طبق على أرض الواقع في من تمثلت هذه القدرة؟ أبو الحسن الإمام روحي له الفداء. زين تعال شوف أقرأ في سورة البقرة بلي لما ما الله أرسل طالوت عندما طلبوا من نبي من أنبيائهم، الله بلي قالوا له أنا يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. شون يا نبي انت تخلي طالوت علينا قائد وهو ما عنده فلوس؟ قال لهم انتم عندكم القياده من منظار الفلوس، ولكن رب العالمين عنده هدف اخر، ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم. عالم وقوي، جيب لي واحد بهالمعنى غير علي بن ابي طالب حتى يقول. داود شلون الله اتاه الملك؟ قتل جالوت وآتاه الله الملك. اقرأ في بدر وفي أحد وفي الأحزاب في خيبر ذات السلاسل وغيرها وحنين، منو كان بطل الحروب؟ ها آتاه الله الملك. الحمد لله الذي جعلنا من أتباعه. هسه بعد أرد أعرج على التعزية. قبل لا أعرج، ليش ذكرت أنا بطولات الإمام علي؟ ليلهم عدنا علي، يعني بطولات مولانا أمير المؤمنين. إحنا بس معنا هذا من المشاهير، وإلا تعرف إيش سوى الإمام علي في صفي؟ خل أسمعك لكم بهاي الأباس. يقول الإمام كان قاعد في خيمته وأكو رجل اسمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا واقف على جيش الإمام والعصا بإيده ويأمر على الزلم تعال منا روح منا. أكو واحد بجيش معاوية غاضب، قال هسا هذا يأمر على الزلم وهذا ما مشهود إلا بالقتال إلا أروح فشله. إجاله قال له شنو جاي تسوي؟ هاي مو رجولة، الرجولة إذا قاتلتني. قال له روح الإمام ما أذلي. قال له خفت خو صار زماط، راح قتله جاب راسه للإمام علي. طبعا الإمام زعل عليه، قال تدري أنت الآن لو مقتول ما تنحسب شهيد؟ لأن مو بأمري. بهالحكي إجوا خوان المقتول اثنينهم قالوا له اطلع لأخذ الثار. الإمام علي قال له قال رسول الله الحرب خدعة، هذول ما بك عليهم، أنت إني ملابسك
لبس ملابسه وتلثم وطلع لهم الإمام. قال له للإمام: هل أذن لك مولاك؟ إيش قال لهم الإمام؟ قرأ لهم: إن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والله أخواني ماكو زل ما جابته أمه يقف قدام الإمام علي، لو يدرون بالإمام علي لا العشيرة كل هذاك اليوم ما تغباره، بس حسبالهم منه أبو سفيان. وغشمة صاروا واحد قدام الإمام علي وواحد وراء، برفعة سيف قتلهم اثنينهم، برزوا ويلادهم أكثر من 10 نفرات، قتلهم الإمام علي، برزوا عبيدهم أكثر من 30، قتلهم الإمام علي. عمرو العاص قال معاوية: أخويا هذا مو أبو سفيان، ولكن انتهينا، هذا علي. صلى الله محمد وآل محمد. قال له: مو تو شفنا هذا أبو سفيان؟ قال: لا طول الحكي، ترى ما ظل عندنا أحد. تريد تعرف علي ولا؟ قال له إيه. قال له: هذا الجيش كله قال له خليه يهجم مرة واحدة، إذا شرد يعني أبو سفيان، وإذا وقف يعني علي. أمر معاوية الجيش أن يهجم هجمة رجل واحد، علي ثبت لم يتراجع ولا خطوة، لا ترى إلا رؤوس طائرة، أيدي متقطعة، صاروا كالجرذ. صاروا كالجراد المنتشر، انفكوا من بين يديه، خلت ساحة الميدان، فتح اللثام، أضاءت المعركة بنور وجهه. صلى الله عليه وسلم. هلا بيك يا مولاي. هسه أسألك بالله، ايش قد تستانس من تسمع شجاعة أبو الحسن؟ هسه ذاك اللي غيظه من هذه خلي راجع نفسه، هاي معنى نفاق. أكرم الله محضركم، شوف إيش قد تستانسون، إيش قد نفرح من نسمع بطولات أبو الحسن روحي له الفداء. فهذا مولانا هالليلة صاحب هاي الليلة، صاحب هاي الذكرى، ليلة 9 سمي جدة، جمع الصفات الغر وهي تراث، من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلش كبير عند الإمام الحسين وغالي. حس شوف هذه مقدمة للتعزية، حتى جنابك تاخذ راحتك، بعد تعرف المن جاي تنعي أنت، بس التفت لي. يقول أحد العلماء الثقات: رأيت مولاي الحسين بعالم الرؤيا وجراحاته تشخب دما، كل صوابات كل جراحات، 1900 جرح. سأله الصادق سيدنا: البدن ما يكفي هالقد؟ قال: صحيح، لكن الطعن على الطعن والضرب على الضرب. يقول: شفت الإمام وجراحاته تشخب دما. قلت له: سيدي وش هاي؟ قال: هاي صوابات بني أمية، هاي جراحاتهم. زين اخويا جنابك تسمع وتبكي، ايش حال اللي يشوف بعينه؟ هذا قعد من الصبح لليل بس دموع يبكي، راسه صفر، نعم. الله رأف بي، شاف الحسين ملابسه بيض حلو، امامته ما في جراحات، ما في تراب. سيدي وين جراحاتك البارحه شفتها؟ الامام قال له: ربي الرؤوف الكريم غسلها الي بدموع شيعتي، مو يبكون علي؟ الله ما ضيع دموعهم، هاي الدمعه تطيح تغسل جروحي. وأنا جاي أمشي صوبة شفت دم هنا بصدره. سيدي أبو علي، شو هذا الجرح؟ ما طيب. قل عاين له. قل لي: إيه هذا ما يطيب، هذا جرحه وليدي علي الأكبر، عندي جرح ثاني تريد أراويك إياه؟ هذا هم ما يطيب. وين أبو علي؟ قل له: هنا بظهري. تعرف أيل من هذا؟ يلا ارد قربيت حتى نبدأ بالمصيبة.
شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القوى وحدتي من ضاح يم النهار شيع للوى وصلت يما ولقيت دمومه مخ سوى بداية لمصيبة علي الأكبر أين المتفجعون حسين ويلي عليك يا أبو علي هاي خدامك وشيعتك الليلة الكل جاي يصيح على ابنك برز علي الأكبر في الحملة الأولى ثلاث حملات في الحملة الأولى لما برز علي وقف بساحة الميدان قال له ابن سعد لرجل من رجالاته اسمه طارق بن كثير قال له إذا برزت وقتلت هذا الشاب أعطيك ولاية الموصل زعل قال له أنا أروح لهذا أدز ابني إليه أرسل ولده قتله علي ابن الثاني قتله علي برز عبده قتله علي هو برز شلون هذا شبل علي أبلى بلاء حسنا ورجع إلى أبيه استراح شوية في الخيمة وما يمكن يتأخر قام علي الأكبر هالمرة قالوا فعد معد ما في رجع لعلي الأكبر يا أخي لما ما راد يطلع دارا علي التفت عماته وأخواته وزوجات أبوه والأخوات البنيات الصغيرات صار بالوسط ومثل الحلقة حلقة داروا عليه والحسين كل ما يشيل إيد مرة ترى الثانية يدها عليه صاح الحسين اتركوه فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه ولزم من إيده وطلعها من النسوان أرد أسألكم سؤال واحد سيدي أبو علي طلعت من إيدين النسوان يا هو اللي طلع من إيديك يا مولاي أوالي من تلاقوا عند الوداع مشابق طول لما هوو للقاع غدا ما يدمع ينشال بالصاع خلا الآن خلا بارك الله فيك الآن خلا برا خلا برا بارك الله فيك لمن ما أقول لك أنا خلا يا أبو صالح جواك الله خلي في برا جواك غدا ما يدمع ينشال بالصاع وراح علي الأكبر أمه قالت له سيدي يا أبو علي أطلب منك طلب أنا ما راح وما أقدر أوقف عاي الولد وقلبي راح ويا ابني سيدي اللي أريده منك تقعد بباب خيمتي وأنا أعاين أعاين الوجهك إذا مبتشر يعني ابني سالم وإذا لا يعني ابني صار عليه شيء تردون أقرأ مصيبة لو شجاعة ها شجاعة أقرأ لو لا ما يسيب لي شجاعة أقول شجاعة أقرأ لي يلا قبل الحرب والجيش ما ينعد بالآلاف والأرض ممزح في الزلم هيهات تنشا هذا والأكبر ما رجع في قلبه ولا خاف آلاف تترادف ولا خاف المني وحسينا تشرد كتيبة وينثني ويطرد كتيبة ظنوة أبو الأحرار بالميدان هبة لاقى الأعادي تقول كان شايف حبيبه مبتشر بحياة أراضي الغاضري وينك يا ابن نصار تموج الخيل من يجبل علي وشل الخيل أبو الحسنين به ذبها دورة وذاك لديها مساميها رمحا يلحق الفرين الصارخون منو هذه يا ابن نصار
قال اشكم حران من غدار تنس ما هو بالحسين ضرب السيف لو بس برمحة كم عجيد صياح لبس من هاشم منتب موش ملفوف وابوه حسين بالميدان موصوف وجد حيدر الكرار مغرب وعم الحسن والعباس الازهر ارد اعود البيت هل ما تقرا وياي ما ادري وبعدها ما انخاك يستاهل العقل حتى لو ما تقرا وياي انا انخاك لا بس اقول لك اقرا ما يخالف من هاشم من التموش ملفوق ابوه حسين بالميدان موصوف وجد حيدر الكرار مغرب وعم الحسن والعباس الازهر دخل الى ساحه الميدان وهو يقاتل ليله بفرح وجه حسين فرحانه تشوف يعاين ابنه ما خلم جانه هل هلت سكنه يوم شافت وجه ابوها قام تغلى النور من حملات اخوها زلم الذي اليوم الكلايف دربوها من حمل شبل حسين رواح المنيع ليلة بفرح وجه حسين فرحان ليها صوت بارك الله فيك ليلة بفرح وجه حسين فرحان تشوف يعاين ابنه ما خلم جانه اخ حسين لحظة غيرت الوان ابو علي هل اصيب ولدي بشيء قالها لا يا ليلى ولكن برز لرجل اخاف من علي شو اسوي ابو علي انا حرمه ومحجبه ببيتي قالها ليلى سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الوالدة مستجاب بحق ولدها دخلت إلى خيمتها صاحت إلهي بالقرآن والشهر رمضان سمعها الحسين دخل عليها قال ليلى أعلمك دعاء سريع الإجابة ليلى قولي إلهي بغربة الحسين إلهي بوحدة الحسين عندك حاجة وياها يلا ادعو لعل الله يمن علينا بالإجابة إلهي الولد لما سندها لا تفجع الأم بولدها اش حال اللي بس هالولد عدها ايه ضمام جثتها بلحدها اغمي عليها رجع قلي الاكبر رأس بكر بن غانم بايده ويقل الابو صيد الملوك ارانب وثعالب واذا سطوت فصيدي الابطال امر يا ابويا ابدل سيفك ابدل رمحك ابدل جوادك قال لا يبا يا يبا شربة مية الجبدي اتقوى ورد للقوم وحدي بويا بويا انفطر جبدي وحق جدي يمكن هذا البيت يبجيك يا ما بجيك تسمعه حضنه وليده قال لا بويا بويا راح احط حلق اغلى خلقك اغلى خلقك واذا تلقى نداوة ما يحقك يبا خاف النار دلالي تحرقك يا ابوي بني ارجع سيصغيك جدك رسول الله حب ايد ابوه وراد يرجع واذا بصوت من الامام بني قبل لا ترجع مريت على امك كانت تدعو لك رجع للاكبر يفترق الخيام شافت سكينة قومي تلقى ابنك يا ليل شا
شدي حزامه وهل هليله لا ما تخرب شايل ثجيله قعد يا ماما بكى يمه ما فكت عينها قبل راسها وطلع برا زينب تغايل تشوف قد الاكبر مشى خطوات ورجع شاور وابوه ظل يبكي زينب قالت له مولاي ايش قال لك علي قالها زينب ان علي انكسر خاطري راح ورجع قال لي يبا قل امي خل تقطع الظن يبا قل امي خل تقطع الظن وقل هالولد ما يرجعن اهو اخو سيناه مشاغلي صاح الامام اي عمر قطعت رحمي قطع الله رحمك صعد على ظهر جواده واذا بصوت من خلفه ولدي ولدي التفت واذا الحسين امرني بويه قال له انزل من على ظهر جوادك نزل الاكبر قال له امشي خطوات مشى الاكبر صرخ الحسين وولده ساعدك الله ماجور وولده ضمه ضم الوداع أصعده على جواده دخل إلى الميدان وياي أنا علي بن الحسين نحن وآل البيت أولاد النبي أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضربة غلام هاشمي والله لا يحكم فينا ابن الدقي أين الصارخون حسين بينما هو يقاتل إذ كمن له غدو جاءه العبد ضربه على أم راسه رخيص الأكبر علينا ما في صرخة حسين اسمعني حتى بعدين من أنا عن فكرة يمك ضربه على راسه شو باقي الفرس والدم من راسه يطيح على الفرس بعد ما تشوف دربها جابته للعدوان هذا اللي ضربه في خاصرته وهذا اللي يقطع شفه بالخنجر صاح ادركني أبا يا حسين اسمعني أرد أسألكم سؤال اسمع اسمع هم شفتوا لكم معقل وقر يركض بشارع؟ شفتوا لكم عمامة تركض بشارع؟ ما يسويها وقارة ما يخلقها سكينة تقول شفت ابوي ركض قلت لابويا وين راكض؟ قال بويا سمعت كلمة بويا الحقلي ها هم سمعت محمد لا لا قالت لي يبا الميدان منه انت وين راكض منه قالها لا تلوميني بعد ما اندل دربي غمتني مصيبة علي الاكبر على صحوة جواده اقبل الى الميدان ما لحق يخل رجلي من الركاب وذب روحة على وليده جنت عيني يا ابويا وانطفت عيني حضرني بيت اريد صرخة وصوتها ولا راح حسين يصرخ بين هاي الناس ومن شاف الولد يشهق بالانفاس صاحب صوت لحق لي يا عبا راح اخ ابن اخوك يا اخويا لحق لي أعوذ بالله من عين لا تبكي على ابن الحسين هذه الليلة واسمع الجاي اسمع قعد يمه امتدوا يا طول بطول خلى ايد على خاصرته والأخرى على رأس علي وصاح كلمة أريد تزلزل الماتم ثلاث مرات وانت القاعد برا وأريد الأخوات صرخة صرخة يساعد الليلة هالليلة صاح بني علي على الدنيا بعدك العب
على دنيا على دنيا ما تحكي وسلهم عيون ابو علي راد يموت وطلعت زينب صاحت وا ولدا تعرف شلون تخلي الحسين يقوم ترك ابنه واجا زينب ما تدرين احجابك اعز علي من وليدي علي ردي علي الاكبر بيرمق من الحياه آية للحسين يلا وينك قال له ودني يا بويا العمتي زينب أراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها قال له يا عقلي مهجتي حكيك فراها لازم بشيلك للم خيم يا ضوى العين وويلا واقبل الى الخيام صح امامي وتكون باريه شو تسوي بيها مولاي قال اجمع بيها وليدي وقعد يم ابنه عايل لي اللي زمن شفه طاح زنده شال زنده طاح ذراعه خلى اذا تحت ظهره مقطع على الاكبر بالسيوف هذا اعظم بيت اقراها الليله ومنت معذور اذا ما تصيح وياي شال حسين ابنه وللخيم راح وما ضل بكتر ما صايب اجرى وابوه حسين بخيامه بكى وصاح علي راح يا زينب هلا ويانا ويانا أين الصارخون حسين خلاه بالخيمة وماكو واحدة ضبت تبكي عليه وشوية دخلت زينب وقرة وحجابها ولازمة قلبها بإيدها خوي أبو علي أطلع من الخيمة ليش زينب قالت له النسوان يردن يبكي قال خل يجن قالت له مولاي النسوان بغير شعور يستحن منك قالها زينب خلي يجن النسوان بناتي وخواتي انا هم مردم تشوياهن على الاكبر اويلي اجت شايطة وشبقت ولد اويلي اجت شايطة وشبقت ولدها والولد قطعة من شبده شبت ودراسة تندها تقل يا من جبتها قوم ردا بالله شي ناقي الحسين على وليده واحتضن راس ابنه يصيح أثاري الولد مو مقسوم وأنا سنين ربيته ولو أدري يصيب الموت كان بقلبي ضميته الأبو لو راح من عند الولد قول انهجم بيته وقعدت يما امه حكت كلمه توجع وريت تنطونها حقها يقول احتضنت راس الولد صاحت يا ابني يا ابني دقوم وشوف ابوك حسين ظل وحده يبكي عليك ودمعته تجري على خد ما تصيح على حسين واخذني تعبان مولاي ولا من أستاذي
لكم الدعاء. الحسين يريد ينعقي يقول على امرك ولدنا بعد ما اقدر اتقرب ولدنا وبسهام الدهر طقم ابويا يا ابويا علي يا ابو ولدنا يا ليل راح من غدنا ولدنا انا وياك خلنا نصب عزيه علي راح علي راح شافه والنبل شابت علي راح قعد غنده وصفق راح علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح وانا الدنيا غدت ظلمة طورها طورها ويلي وليدي وعزم من العذيبي وانا ردتك ذخر ليا انا ما ظنيت بك شيخ نصيب خوش وانا والله ماجورين اعودها عليكم انا ما ظنيت بك شيخ نصيب هلا هلا علمتونك تشيله وتراب القبر بيداك تهي هلا شباب يا اهل الخيام جاكم علي قمال شوف على صدر جنازته محمول طلع يا ولي من الخدور غمات شاف علي مرمي ويجور حسرات ومن الطبر ما تنحصي اجراحات اخر بيت اقوله قبلها احكي لكم عنه سالفه يقول ابن نصار رأى الحسين بعالم الرؤيا قال له ابن نصار اليوم حكيت بيت كنا نبكي بيه العائلة المحمدية شنو هذا البيت قال حكيت على لساني على وليدي علي الأكبر حافظين أقروا وياي ونختمه يا بويا من سماء يمك ونيناك ومن شبخت لعند الموت عيناك للعشرين ما وصلت